أحبابنا الجديد، في سكشن جديد نحكي فيه أكتر عن الـ Data Visualization والـ Libraries اللي بنستخدمهم في عملية الـ Visualization، وشو الـ Diagrams أو الـ Charts اللي بنقدر نطلع فيها بشكل أساسي. طبعاً ما رح نشمل كل الـ Charts، ولكن رح نحاول نغطي أهم الـ Charts اللي بنقدر من خلالهم نعمل Visualization، لحتى بشكل أساسي نشوف الـ Libraries تعودنا كيف بتشتغل. بالتالي اللايبرز اللي احنا استخرجنا او عملنا امبورتنج لإلهم، النورمال امبورتنج على نمباي وعلى بانداز وعلى رامبو. مهم كتير ناخد واحدة من اللايبراري اللي بتساعدني ان احنا نعمل ستيتس على او من خلال نمباي، اللي هي ساي باي امبورت ستيتس. بعد كده جبنا اللايبرز اللي بتلزمني لعملية البلوتينج، المات بلوت ليب، سيبرون. من ماتبلوتليب انا استوردتها باختصار MBL عشان استوردها في المكان اللي انا بدي اياه. اخذت منها فانكشن الباي بلوت لحتى يساعدني في عمليه عرض البلوتينج او عمليه البلوتينج على التشارتس المختلفه، والسيبرون حاجه خاصه بالستايلز او لايبراري خاصه بالستايلز، كيف انا اتحكم في الستايل الخاص بالهيستوغرام مثلا تبعي اللي انا بدي استعرضه. وماتبلوتليب انلاين انه انا احاول اخلي الكود يظهر او الدايجرام اللي انا بدي اجهزه يظهر لي عندي داخل او تحت السلة على طول. خلينا نبلش اول شيء ننشئ داتا ست بشكل راندوم، وبعد كده ناخذ هاي الداتا ونعرضها في هيستوغرام. نقول مثلا عندنا داتا ست واحد بتساوي راندوم على 100 عنصر، تمام. وبدي اخذ هاي الداتا ست واعملها بلوتينج، بلوت دوت هيست للداتا هاي اللي هي داتا ست واحد. بلاحظ انه هو اوريدي انشا الداتا ست من خلال اري، وراح اعمل لي عليها عطولي هيستوغرام في الداتا حتى بشكل بسيط. هلا خليني انا اخذ نفس البيانات، تمام، واعمل هيستوغرام جديد. بس أضيف لبعض الشغلات، يعني مثلا خليني أغير في ال في الراندوم، أخليهم بدل 100 مثلا 80، وأدي كمان باراميتر هذا متعلق بإضافة أشياء كتير جديدة هيك بالستايل، مثلا الكالر أعطيه إنه ريد. بلاحظ إنه الستايلز الهيستوغرام تغير شكله، طبعا هو مثل ما حكينا بشكل عشوائي، لحتى الان احنا ما فينا داتا، احنا نشينا داتا بشكل عشوائي وعملنا لها الهيستوغرام الخاص بها، بس انه ضفنا باراميتر تاني على الباراميتر الاول اللي هي الكالر. هلا في طريقه انه احنا نخلي الهيستوغرام في نفس البلوتينج، فبدي اقول مثلا انه اول شيء خليني اعطي واحد بكالر واحد بدون كالر، تمام. مثلا نقول الاول بدون كلر، او خلي الاول بكلر الثاني بدون كلر. وهلا الشغله اللي لازم اضيفها مشان تطلع عندي الداتا سيت او التو هيستوغرام يطلعوا في نفس الرسمه، عن طريق فانكشن او ميثود اسمها نورمد، فبنقول له نورمد بتساوي ترو، تمام. ونفس الشيء نورمد ترو بدي اضيفها في البلوت الثاني او في الهيستوغرام الثاني. خلينا اضيف كمان باراميتر، يعني مثلا انا مشان يطلع الشكل هيك نوعا ما متناسق، فبقى بدي اقول انه الفا بتساوي مثلا 0.5 ونص، وبينز بتساوي 20. بدي اخذهم نفسهم ويحطهم في البلوت الثاني مشان يطلعوا متناسقين. خلينا بس نغير في الداتا سيت، احنا خلنا نفس الداتا سيت نغير في الداتا سيت، يعني نقول مثلا انه هاي خلينا انشئها هون. بالتالي راح اضيف هون داتا ست ثانيه، تمام، انشئها.
بعد كده أضيف إنه هاي بدي أخليها داتا ست التانية. تمام، بهذا الشكل أنشأ لي تو داتا ست بشكل راندوم للأري اللي إحنا شايفينهم فوق، وبعد كده راح جاب لي أو عمل لهم هيستوجرام في نفس البلوت، إذا ماخذين واحد بالأزرق الخفيف والتاني بالريد اللي إحنا حطيناه، وفي نوع ما التقاطع اللي بيظهر في تو هيستوجرام، فاللون بيظهر بهذا الشكل لأنه هذا نتيجة التقاطع اللي حصلت عليهم التنين. هلا كمان شغله، لو استخدمنا الجوين بلوت على نفس الداتا ست التور الموجوده عندي، او خليني اعمل داتا ست جديده او داتا ست تري بتساوي راندن على 1000 نحكي، تمام، وكمان نفس الشيء داتا ست ثانيه على 1000 بس اخليها داتا ست 4 كاسم تتغير. وبعد كده بدي اخلي من خلال سبرون بدي أعمل join plot، join plot، والjoin plot هاد أخذ فيه data set الثالثة والdata set الرابعة. في عنا problem هون joined I think، تمام. بلاحظ في joint plot أو في من خلال joint plot قدرت أعمل توزيعة، إذا أنتم ملاحظين الهيستوجرام الخاص بالداتاست الثالثة والداتاست الرابعة، وهي أخذ بالاعتبار العناصر أو فينا نقول القيم الفاليو اللي عمل لها باي راندوم، أظهرها أو أظهرها باي راندوم، جابهم بالوسط. هلأ نفس الكود فيني أستخدمه في عملية أو إضافة باراميتر تاني، مثلا بدي أخلي نفس الشيء وأضيف باراميتر اللي هو الكند، النوع تبعه بدي أخليه هيكس، أقول له هيكس أو هيكس كده، تمام. بلاحظ إنه ظهر أو أظهرت الداتا عنده بشكل هيكسا ديسيمال، شكل كل بوينت طلعت عندنا بشكل هيكسا سداسي، تمام. هذا بالنسبة لأول موضوع حبيت أحكي فيه عن موضوع عن الـ Data Visualization، كيف إحنا نستعرض هذا بأبسط أبسط الطرق، وبداتا ست أوريدي إحنا نشأناها بنفسنا وبشكل عشوائي، حتى نتعرف بس على شكل الهيستوجرام اللي بيطلع، أو نتعرفنا أول شيء على مفهوم الهيستوجرام كيف شكله بيطلع. يعني الهيستوجرام ما بيطلع عن هذا الشكل، وشغلات إحنا أخذناها أوريدي في الاستاتستيك في الثانوية وأشياء، وراح استخدمه بشكل كبير في عملية الاناليسز، وهو واحد من البلوتينج. في الفيديو الجاي راح نتعرف على مواضيع جديدة، مواضيع تانية في موضوع او في جزئية الفيجواليزيشن.